ولهذا العلوم اليوم، العلوم الشرعية اللي تدرس اليوم في الجامعات وفروعها اللي تنسب للشرع تكاد تكون ثلاثة ما لها رابع. الأول علم الاعتقاد، وهذا أهم العلوم لأنه يشتمل على الدلالة على القول والعمل، يجمع بين الاعتقاد والقول والعمل ضرورة يعني، ولأنه مأخوذ من أصول الشرع ومن أدلة الشرع المتواترة والآحاد والصحيحة والحسنة وأصول مقاصد الشريعة. فاللي يكون عنده عناية بالعقيدة يكون عنده ضبط لدينه وثقة بدينه. وهذا اليوم ويمكن قبل اليوم بقرون يعتبر عند الناس درويش مسكين، هذا مسكين لأنه ما هو بعلم دنيوي وأمر أكثر العوام ما يدركونه، وأهل الكلام معجبون بما هم عليه من الضلال والملاحدة على اختلافهم ابتداء من الليبراليين ومن غيرهم ما يرون شيء أصلا. هذا يعني درويش مسكين ومنعزل، هذا واحد. العلم الثاني علم الحديث، رواية ودراية، وهذا خصوصا علم الحديث رواية له نشوة له سكرة، ويجد من الناس إعجاب ويثنى عليه ترفع له الرؤوس، فهذا يكون عرضة للابتلاء بالغرور وعرضة لنوع من ترك العمل بالعلم إلا إذا أن الله ثبته وهداه كذا وجعله على بصيرة من عقيدته، فهذا يعتبر علم صنعة علمية يعني، فهذا له يعني تقدير عند الناس عند أهل الإسلام يعني، وله شهرة وعلى خطر من الفتنة والإعجاب والغرور، قد يكون ما هو ضابط لعقيدته. ولذلك تجد محدثين منحرفين في العقائد وهم ملمين بالحديث رواية، وفيهم ناس يعني يحرفون ويضعفون الحديث الصحيح بإيهام الناس، يفسرون الراوي المطعون فيه بأنه المعدل، وإذا صار لهم هوى وإذا صار ما لهم هوى فسروا الراعي الراوي المعدل بأنه المطعون فيه، وفي معينات واضح هذا هنا. وعندهم أنهم جهل في أصول عقائد مع أنهم يعنون بإثبات صحة الحديث وكذا وكذا، وعندهم تخصص والمام بقواعد التصحيح والتضعيف، واضح هذا. الثالث التاجر الدنيوي اللي هو المستشار الشرعي والمحامي، هذا يكون خصوصا إذا كان مستشار شرعي وملم بالقوانين والأنظمة، هذا عنده عيشة وهذا هو اللي يحبونه الناس ويعظمونه، وهذا تاجر الدنيا الله أعلم عندهم تجارة أخرى ولا يتفاوتوا للناس، فهمتوا هذا؟ فهذا هو الذي يشار إليه بالبنان، إذا كان متخصص بالفقه ومتخصص بالأنظمة متخصص بالقوانين الدولية التجارية وغيرها والتحكيم وغير ذلك، كل ما زاد تخصص كل ما ارتفع مقامه وصار درجة عالية عند الناس في الدنيا، واضح؟ هذا تاجر دنيا وحظه من أمر الآخرة حسب استقامته، الله يعينه وياهم، لكن فتنة كبيرة لأنه قد يسعى في إحقاق حق وقد يسعى في تضعيف حق، قد يسعى في إبطال باطل وقد يسعى في تقوية باطل، لأنه ملم وعنده كذا، وهذا يخشى عليه المنافق عليم اللسان، وهذا خطير جدا جدا خطير، أخطر شيء
لأنه وين حصل شيء من الدنيا قد تذهب آخرته كلها، قد يتحمل من الظلم ما لا قبل له به. في خطير جدا يعني، السلاح ذو حدين، فلا بد تعرفون هذا. واضح؟ واضح. يصير الإنسان على علم ودراية مثل هالأمور ذي. ليش؟ لأن عمت بها البلوى، لأن عمت بها البلوى وصار لهذا سوق. الوحيد اللي ما له سوق لا من جهة الدنيا ولا من جهة العامة، عامة الناس المسلمين، هو اللي يعني معناه بعقيدة السلف الصالح منهاج السنة والجماعة، وهو أسعد الناس إذا وفقه الله للإخلاص. ثم بعده المعني بالحديث، ثم بعده وهو أخطر شيء المعني بالفقه، خصوصا إذا كان له دراية بالقوانين الدولية وأمور التحكيم والأنظمة. هذه هي الخطيرة، لأن مزلة أقدام ومظلة أفهام، وقد يحمل على المعصية على علم والظلم هو على علم، مثل القاضي اللي إما أن يحكم بغير الحق لجهله أو يحكم ما علمه لهوى في نفسه. صاروا هؤلاء طلاب العلم مثل أنواع القضاة ثلاثة، ها؟ قاضي في الجنة وقاضي يعني في النار، قاضي في النار مخلد وقاضي في النار ما هو مخلد. وقد يكون أيضا ما هو مخلد القاضي الثاني وإن كان ظالما، لكن قد يطول لبثه في النار إن لم يعفو الله عنه ويتوب.